هبل. يعني ايه في الصيدليه لغايه الساعه 10 بالليل؟ مش فاهم الموضوع ده، بدا يعصبني. يا وليد، تامر زميلي لسه ما جاش، همشي واسيب الصيدليه يعني؟ اعمل ايه بس؟ اتصرفي. وانت ما تقعدش بره البيت لغايه الساعه 11 بالليل، انت فاهمه ولا لا؟ حاضر حاضر، هكلم تامر دلوقتي واستعجله. يلا باي باي. سلام. ما شاء الله الشغل النهارده ماشي كويس جدا يا مستر كامل. عظيم جدا يا وليد. انا في الفتره اللي جايه هنزل منيو الكحول. فعلا؟ فعلا. بكره عايزك تجمع لي الصف كله عشان تعرفوا في الفتره اللي جايه انا عايز المكان يشتغل ازاي. حاضر حاضر. تمام. بقول لك ايه؟ موضوع ان الولاد بيروحوا عند اميمه كل يوم ده مش مريحني خالص. واحده عندها ست عيال، يعني هتخلي بالها من عيالنا ازاي؟ مش فاهم. طب اعمل ايه يا وليد؟ امي لو كانت عايشه كنت وديتهم هناك، وابويا مستحيل يقدر عليهم. انت عارف انا بكلم اميمه كل ربع ساعه، لما جننتها انا كمان خايفه عليهم زيك واكتر. عشان كده لازم نفكر في موضوع تاني كمان. انا كنت ببص على الموبايل بتاعك من شويه ولقيت ارقام رجاله كتير قوي انا ما اعرفهمش، وما تقعديش تقولي لي بقى ده خير ومش خير. الموضوع ده ما يناسبنيش خالص. ايه ده ايه ده ايه ده؟ انت ازاي بتبص على موبايلي من باب انك بتفتش ورايا؟ احساس وحش قوي انك بتشك فيا. حبيبتي انا مش بشك فيك ولا حاجه، بس احنا في عالم ما يعلم بالله ربنا. انا بخاف عليكي مش اكتر عشان انت على نياتك بس. بس انا كل المكالمات اللي على موبايلي في الخير وحالات انسانيه مش اكتر. معلش قللي شويه، انا بحبك وغير عليكي، وبعدين انا بلتزم في كل حاجه في كل تصرفاتي، متوقع منك انك تعملي نفس الحاجه. ماشي يا وليد، حاضر هشوف صرفه. ربنا يخليكي ليه. في حاجه بقى ثالثه واخيره عايز اتكلم معاكي فيها. النهارده مستر كامل صاحب المطعم اتكلم معايا وقال ان هو هيدخل مني خمره، وانا مرتبي مش قليل وبقى لي سنين كتير قوي شغال في المطعم. بصراحه مش عارف اعمل ايه. سيب المطعم طبعا. مش بالسهوله دي. ولا بالسهوله ان احنا ناكل ولادنا من فلوس خمره. هسال شيخ. مش محتاجه سؤال على فكره، هيقول لك حرام. هو احنا هنفتي بقى؟ هنسال ايه المشكله يعني؟ فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. وبعدين احنا لما نقعد من غير اكل وشرب ونشحت هو ده الحلال يعني؟ ايوه، بس ربنا لما يلاقيك مش عايز تعصيه هيبعت لك شغل احسن وبسرعه. ما انا سبت شغل في نايت كلاب كان جاي لي قبل كده، وقعدت سنه في البيت وحالتنا كانت زي الزفت. وفي الاخر ربنا بعت لك مطعم وبفلوس كويسه جدا. ما تبررش يا وليد، كل ده اختبارات من ربنا، والا كان اي حد مش لاقي شغل يعمل اي حاجه، يسرق يقتل. من بكره تدور على شغل في مطعم تاني يا وليد. سيبيني اسال يا حبيبتي، ولو الموضوع طلع زي ما انت قلت كده حرام هعمل اللي انت عايزاه كله. هو ايه ده حسين؟ انا كنت كلمتك عنها. وليد عبد الناصر مدير المطعم. اهلا مستر وليد. اهلا بيك. هويدا عاشت في لندن فترة طويلة واشتغلت في بابس كتير، أرجو إنكم تتعاونوا مع بعض. أه طبعًا نتعاون، بس حضرتك فهمتها يعني إن إحنا إن هي تشتغل معانا أسيستنت مانجر؟ مستر وليد، طول ما أنت موجود هنا في المكان أنت الباص، لما بتبقى مش موجود بكون أنا الباص، ما تقلقش، أنا فاهمة الجوب ديسكريبشن بتاعتي كويس. لا أنا ما كانش قصدي خالص يعني، بس ولو تقصد حتى إيه المشكلة؟ إحنا زي ما مستر كامل قال هنتعاون مع بعض عشان نخلي المكان ده أحسن. أكيد. ممكن بقى تعرفني على الستاف ونتكلم شوية؟ أه طبعًا، اتفضلي. تمام. طب أنا أستأذن بقى. سلام. مع السلامة. مع السلامة. واو، تصدق فعلًا الشاي من البراد طعمه أحلى كتير من البويلر؟ ده طعم تاني خالص. شو قلت لك؟ أنا حريف شاي. أنت شاطر قوي على فكرة، وده أنا لاحظته من طريقة شرحك لسيستم الشغل. برافو. ميرسي. أنت اللي حاطط السيستم ده؟ ايوه طبعا. اوكي، عموما السيستم ده كله لازم يتغير. فندم انا عايزه ابقى صريحه معاك، طريقه الشغل اللي انت شرحتها بشكل بيرفكت قديمه موت، يعني ما بقاش في حد بيشتغل بالطريقه دي دلوقتي. السيستم ده كبير وفي محلات كشري. ام سوري والله، نو اوفنس. اه بس السيستم اللي مش عاجبك ده بيكسب المطعم كتير جدا. بيكسب؟ حلو، بيكسب كده تقريبا نص اللي المفروض المكان يكسبه. بص، أنا لا جاي أتنطط ولا أتمنظر، أنا جاي أشتغل، أفيد وأستفيد. في أفكار جديدة كتيرة قوي، من الواضح إن هي مش موجودة عندك، بس هي موجودة عندي، وليا خبرة كبيرة قوي فيها. وبعدين هو إحنا مش اتفقنا إن إحنا نتعاون ولا إيه؟ مش باين. لا هنتعاون، وهتبقى مبسوط جدا. وبعد فترة قصيرة مش كبيرة خالص هتيجي تقولي أنا مبسوط قوي يا هويدا إني عرفتك.
وليد، وليد انت عندك عربيه؟ يعني مش قوي. ده يعني ايه؟ يعني عندي عربيه بس ركوبتها مش قد كده، على قد حالها يعني، هي متلقاها. اوكي مش مشكله خالص، المهم عربيتك دي ينفع توصلني البيت مش كده؟ ايوه طبعا اتفضلي. ثانك يو. انا بحب الشوارع بالليل قوي. بتبقى هادي. عارف نفسي في ايه جدا؟ نفسي اكل كبده وسجق. تعرف محل كويس؟ في محلات قريبه من هنا كتير، وفي باب النصر. باب النصر هو ده، خدني بقى باب النصر. اخدك دلوقتي؟ ايوه. انت مش جعان ولا ايه يا عم؟ يلا بقى يلا. لا بس انا لازم اروح. ما تقلقش مش هتعزمني، كل واحد هيدفع حسابه لنفسه. يلا بقى. عارف انا لما جيت هنا كانت ايه ده؟ هو انت ليه مش بترد على تليفونك؟ عشان مش عارف اقول ايه. هي مين؟ انت متجوز؟ يعني من اول ما عرفتك والدبله في ايدي فاكيد متجوز. واو بجد برافو عليك، برافو ان انت لابس الدبله بتاعتك. انا مش عارفه ليه الرجاله المتجوزه في منهم كتير قوي بيقلعوا الدبله. هي ممكن تكون اتضايقت ان انا معاك. لا لا خالص، انا هرد واقول لها ان انا لوحدي. ايه ده انت هتكذب؟ ايوه هعمل ايه يعني؟ ايوه حبيبتي. ايه يا وليد انت ما بتردش ليه؟ تاكل سندوتشات بره ليه؟ ما تاكل في البيت. انا لا نفسي هفتني كده على كبده وسجق. اجيب لك معايا؟ لا 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 انا مش قادره، انا هنام اصلا. نامي. طب لا خلاص ماشي، يلا تصبح على خير. ماشي تصبح على خير. طيب تحبي بقى تاكلي في حته قريبه من هنا ولا نروح باب مصر؟ مش بعيد. السندوتشات يا ملك. الحامي الحراق. اجيب لك سكالانس اكسلانس؟ لا شطه ودقه. بقول لك ايه، انت لازم تجرب المخل، بتقول انت مش بتحبه. لا انا ما بحبوش خالص، ما اقدرش اكله والله خالص. على فكره اوعى تفتكر ان انا بحاول اظبطك، الموضوع كله ان انا بحاول الاقي صحاب هنا في مصر، ما عنديش صحاب خالص. ما انا اصلا ما ينفعش اتظبط، ان انا متجوز وبحب مراتي. لا سوري انت كدبت عليها. لا ما كدبتش عليها، انا بحبها فما حبيتش اضايقها فخبيت عنها حاجه، عادي يعني بتحصل. لا بقى معلش، كنت تقدر تيجي تقول لي من الاول خالص هوايد احب جدا يوصل، بس مراتي مش هتحب ده، وانا كنت هحترم الكلام ده جدا وكنت هشوفك جنتلمان حقيقي. ودلوقتي يعني لا؟ لا عادي يعني. يلا نكمل كلام في العربية أحسن، ناخد أكل. إيه ده؟ أنا شكلي بقى صحيت ضميرك. فين دول؟ قلت لك اروح اكل كبده وسجق. وعملت ايه في موضوع شغلك؟ استقلت؟ لا ما انا خلاص مش هستقيل، هو طلع مش حرام. مش حرام ازاي يعني؟ واحد صاحبي شغال معايا في الشغل كان هيسيب الشغل برضه عشان نفس الموضوع، سأل شيخ وقال له طالما مش هتشيلها ومالكش علاقه بيها خالص يبقى مش حرام. لا معلش اسأل شيخ تاني احسن. حاضر هعمل كده. مش عارفه في ايه، مالي انت مخبي عني حاجة؟ لا ابدا مفيش حاجة خالص. كملي نومتي. طيب هبة. انا عايز اقول لك على حاجة. النهارده لما كلمتيني وانا في العربية انا ما كنتش لوحدي، كان معايا واحد ست.